الرحيم. شهاب الدين عثمان حسين، ونبارك ونهني أسود العرب وليس أسود المغرب، يعني شرفتونا ورفعتوا راسنا، ومبروك الفوز. مبروك الفوز للعرب ولأفريقيا ولجميع الدول العربية. مبروك مبروك مبروك، عقبال الكاس إن شاء الله. مبروك مبروك، ألف مبروك. ربي يخليك. الاسم كريم. سيد أحمد زين العابدين من السودان. وجيتم عايشين هنا ولا جيتم من السودان؟ لا جينا من السودان. ما تتخيل الفرحة اللي دخلت المغرب في قلوب العرب، قلوب المسلمين والعالم كله. والله فرحة ما توصفش. وشحال خديت التيكي نتايا؟ بشحال؟ باش لا باش باش يعرفوا الناس بالله. التيكي دولار ولا 1000 دولار صراحة. 1000 دولار. أخذ عشان يدخل مباراة. عشان يستاهل المغرب. والله يستاهل أكثر من كذا. فصراحة نحن نتمنى يعني ما تتخيل الفرحة اللي دخلتنا من المباراة حقت المغرب. حسينا بأن الفلوس فعلا ما ضاعت، حتى لو 1000 أو 10000 دولار. ما كثيرش على المغرب، ما كثيرة على المغرب. فألف مبروك. شكرا. ألف مبروك المغرب. شكرا 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 شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.